استاذ مصطفى، احنا بنشكرك على التنظيم النهارده. شفنا فعلا حاله حب كبيره جدا ما بين اعضاء النقابه، حتى كمان المرشحين، يعني ما فيش صراع. ايوه في منافسه لكن ما فيش صراع، ما فيش خناقات، عكس مثلا الدوره اللي فاتت كان في بعض المناوشات كده او خناقات، لكن النهارده ما فيش الكلام ده. في اسره فعلا في النقابه، كل هدفهم انهم ينجحوا ويفيدوا اعضاء الجمعيه. اتكلمنا عن الجهود بقى المبذوله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكركم على تواجدكم معانا دايما، والقاهره 24 من القنوات او المواقع الاخباريه اللي انا بحترمها وبقدرها، وبيني وبينهم لغه احترام متبادله. عايز اقول لحضرتك النهارده انا اللي سعيد اكتر من اي حد، سعيد ان زملائي الحمد لله قدروا يعني ايه ان انا في يوم من الايام من اول فتح باب الترشح للانتخابات مسكت مصحف ربنا وقلت وقرآن ربنا ده، أنا مش مع حد ولا ضد حد، كل اللي هيترشح إخواتي، وكل اللي هيجي هيشيل عبء، مش يعني مش جاي مرفع، لأن الناس فاهمة إن العمل العام ده أو الخدمة العامة دي قصة سهلة أبدا، دي مجهود كبير، خاصة دايما أنا بقولها وبقولها في القنوات مع كامل احترامي الشديد لزملائي وإخواتي الكبار، الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية والأستاذ مسعد فودة نقيب المهنة السينمائية، احنا نقابات ثلاثة بنكمل بعضنا وكلنا اخوات، واحنا تحت مظلة كيان كبير اسمه الاتحاد العام للنقابات الفنية بجمهورية مصر العربية. بيسعدني ان انا مزامل الدكتور اشرف عبده، الدكتور اشرف زكي كوكيل، احنا اتنين وكلاء للاتحاد، يعني احنا الحمد لله الوكلاء بتوع الاتحاد. بس دايما انا بقولها ربنا يتم عليه على الدكتور أشرف والأستاذ مسعد نعمة العدد المحدود المركزي جوه القاهرة، يعني انت برضو نقابة المهنة التمثيلية الزملاء فيها كلهم جوه داخل القاهرة، عددهم يعني النهاردة لو مثلا نقابة المهنة التمثيلية زملائنا أقروا دلوقتي مثلا الساعة دلوقتي لو فرضنا ان هي واحدة اتنين، لو قالوا احنا اجتماع بالليل لفنانين للسادة الزملاء الممثلين ممكن تبقى 9 بالليل كل الناس هنا. احنا نقابة متشعبة، احنا على مستوى محافظات مصر كلها، وفي كل محافظة لينا لجنة واتنين لجان عمل واتنين. النقابة الوحيدة اللي ممكن تكوني وحضرتك قاعد وانا قاعد معاكم دلوقتي، وارد ان يكون في 40-50 حفلة في الساحل الشمالي، و20 حفلة في الأقصر، و10 حفلات مش عارف فين، وحفلة في الجلالة، وحفلة مش عارف ايه، ومطرب من عندنا مسافر بيحيي حفلة برة، اذا حصلت له مشكلة الكلام كله بيرد للنقابة ويسمع في النقابة. المشاكل كتير. الميراث انا بقولها يعني انا لا اخجل، انا ورثت موروث اسف ان انا اقول يعني مش كويس بكل حاجة، يعني كان اداريا وماليا، و يعني كانت الحكاية صعبة جدا جدا.